السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الفن والطبيعة، وفي هذا الدرس نتعرف على طريقة رسم نصف برتقالة باستخدام ألوان الباستيل أو الألوان الشمعية أيا كان، طبعا بيديني نفس النتيجة، وخاصة اللي هي الألوان الأويل باستيل تقريبا. شوفوا مع بعض الأدوات. عندي هنا ألوان باستيل، ألوان باستيل أويل باستيل بيكون لينة زي الألوان الشمعية، نفس الألوان الشمعية، وقلم رصاص ودفتر الرسم. اول شيء هنبدأ نرسم بالقلم الخفيف، بقلم الرصاص، بخط خفيف جدا، شكل بيضاوي، بنرسم شكل شكل بيضاوي. وبعد ما بنرسم ونظبط الرسمة بنبدأ نأكد عليها باستخدام القلم، بنأكد عليها بشكل جيد عشان تكون واضحة امامي. بنرسم اول شكل بيضاوي، بعد كده بنرسم شكل الهلال، شكل الهلال بالطريقة دي. وبعد ما ننتهي من الرسم بالشكل ده بنبدأ نقسمها كأنها نرسم شكل وردة. طبعا بيكون شكلها سبحان الله من الداخل مقسمة تقسيمات هندسية رائعة وجميلة، طبعا خلقها لنا الله سبحانه وتعالى بهذا الجمال. هنيجي هنا في المنتصف ونعمل دائرة صغيرة ونبدأ نوزعها كأني برسم شكل وردة في الشكل البيضاوي ده، كأني هرسم شكل وردة داخل الشكل البيضاوي، بقسمها تقسيمات خطوط مستقيمة، كل خطين بجوار بعض ويكونوا متفرعين من الدائرة، من شكل الدائرة. طبعا دي يعتبر خطوط مستقيمة ومنفرجة، تعتبر خطوط أيضا منفرجة زي احنا شايفينها بالشكل ده. بعد ما ننتهي من الرسم ببدأ اوضح الخطوط عندي بحيث ان لما اجي الون تظبط معايا شكل الرسومات. هنبدأ في التلوين باستخدام اللون البيج الفاتح الخفيف كده، هو أصفر فاتح، ممكن نستخدمه أيضا في الزوايا الصغيرة دي والخط الخارجي اللي احنا شايفينه أمامنا. بعد كده نبدأ نستخدم اللون الأصفر في شكل الدوائر اللي هي الأشكال، الشكل اللي هو كان الوردة دي اللي في المنتصف. طبعا دي تقسيمات البرتقالة من الداخل، شكل تقسيمات البرتقالة من الداخل، سبحان الله شكلها جميل ورائع. باستخدام اللون الأصفر هبدأ ألون أيضا، وإن البرتقالة شكل الفصوص هذه باستخدام اللون الأصفر، وبعده هبدأ أعمل عليه بعض الخطوط باللون البرتقالي، يعني ألون وأطمسه كله باللون الأصفر، وبعد كده هبدأ أستخدم عليه اللون البرتقالي. هنا هنبدأ نستخدم في اللون البرتقالي وهنعمل شكل التجزيعات، خطوط بسيطة كده متجاورة جنب بعض بجوار بعض بحيث انها تعطي شكل واقعي للرسمة.
هنا هنلون جسم البرتقالة من الخارج، وهبدأ باللون الأصفر في المنتصف بحيث إنها تعطيني كأن لسعة إضاءة، وهكذا استخدم اللون البرتقالي من الجهة اليمين والجهة اليسار، وأيضا هنعمل عليها بعض الظلال باستخدام اللون البني. هنا ببدأ أعمل تداخل بين اللون البرتقالي والأصفر، بعمل بيناتهم تداخل، وأيضا هنا اللون البني هعمل استخدمه لعمل الإلاء الغامق أو الظلال الموجودة على جسم البرتقالة من الخارج. هنبدأ نلون شكل البقع أو الموجودة هنا دي، البقع اللونية باستخدام اللون الأصفر في البداية، وبعد كده هعملها حلقات باللون البرتقالي. بعد ما انتهي من تلوين اللون البرتقالي على اللون الاصفر، ببدأ اعمل له عملية تسريح باستخدام الاصابع عشان يندمج اللونين مع بعض بشكل جيد زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. بعد ما ننتهي من التلوين ممكن نستخدم عمل بعض الظلال باستخدام القلم الرصاص او باستخدام الوان الباستيل، ايضا باستخدام اللون الاسود او الرمادي ابدا اعمل اللون الظلال هذه. وبالشكل ده يعتبر انتهينا من درس اليوم. اتمنى اذا استفدت منه لا تنسى تعمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.